وهذا الرجل ملتحي يدخل المسجد تتخطى الرقاب إلى الصف الأول، وأكثر من مرة وأنا على المنبر يفعل ذلك، وهذا لا يجوز، وهذا يؤذي، والنبي قال اجلس فقد أذيت الناس. وهذا الرجل ما أدري جهل يجلس ويأتي في الصف الأول، يقوم يا أخواني بس دقيقتين اتحملوني لوجه الله، ما بدي غير دقيقتين عشان يستقبل الناس. قال يا أخواني أنا بشتغل بالخردة وببيع وبشتري والحمد لله أموري ميسرة، بعدين لما بروح الحاويات بلاقي مصاحف متبعات العزيات هذول اللي فيهن تبارك وياسين والكهف، وبلاقي الناس حاطين في الحاويات، والله إني بطولهن وبنظفهن وبكتهن، حتى والله إيدي وسخات بمسك الطقية وبطولهن وبنظفهن وبعطرهن وبخليهن. بالله عليكم يا إخواني لا حدا يحط هذه الكتب هذه المصاحف الصغيرة في الحاويات، حرام ما بيجوز. والله كلامي كويس وما شاء الله عليه موزون. بعدين بقول يا إخواني أمي مريضة والله وبدنا تساعدونا، هذا طبعا هذا لازم، لا هذه نهاية القصة، هذا كله مقدم إخواني بس هيك هذا. الزبدة الحكي أمي مريضة وبعدين ما عندها رقم وطني ومحتاجين بدها 300 دينار، ويعلم الله أن في أمس الحاجة ومريضة وتعبانة. المهم في أحد المساجد طلعت وقاعد بعيد يقول قديش، يقول 175 دينار، هذا لسه وأنا طالع الله أعلم قديش تم. ومسجد ثاني ومسجد ثالث ومسجد رابع، واحد الإخوة اتصل بي قال لي مسكين واحد أمه مريضة وبجمع، قلت يا رجل والله ما رحت على مسجد إلا ألاقيه. المهم آخر مرة لقيته وأنا على المنبر، دخل المسجد كنه بنساني أو ما أدري ما بهمه، دخل المسجد واستقبلت خلاص هذا أنا نويله، أنا بالنسبة لي نويته. بعد ما صلينا في العادة أنا بسكر بشيل المايك وبسكر الجهاز، لكن خليت المايك لأني مستعد له، لكن علم الله أنه طير نص الخطبة من رأسي، لأني أنا خلاص أشغلني هذا الرجل، لأنه الإنسان يكذب ولا يخجل من الكذب وأبدا في الصف الأول. وقام قال يا أخواني دقيقتين، مسكت الميكروفون قلت الله يعطيك العافية، أنت في كل مسجد بتأخذ دقيقتين وأمك مريضة وتعبانة وفي مشروع الخردة والمصاحف كله هذا عارفينه، فأنا بنصحك أنك تتكلم عن أمك اللي بدها 300 دينار، افتح الموضوع على طول. قال طور روحك يا شيخ علي، أنا جاي أقول للناس جزاكم الله خير، أمي الحمد لله طابت وحبيت أشكركم. مش معقول يا جماعة، أنا ما مر علي علم الله يا أخواني إنه هذا الرجل جاء، يعني كيف اللي بضرب الواحد بضرب القاضية، ما عرفت شو بدي أحكي، يعني أنا قال من لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أنا جاي أقول للناس جزاكم الله خير ما قصرتوا والأمور تحسنت وبس شكرا لك يا شيخ. طبعا أنا لا سبحت قمت كبرت وصليت لأني من يعارف شو بدي أسوي، قلت الله يلعن الشيطان، والله العجل من الشيطان، هو أنا ما قدرتش أصبر دقيقة بس ما قدرت، لكن أنا بس عرفت وتعرفت على حقيقة هؤلاء. إيش الاحتراف هذا، كيف بيجيبوا الكلام، منين بيجيبوا القصص، كيف بيدبروا حالهم. فلذلك إخواني لا تتعاملوا معهم، أنا أنصحكم هؤلاء إنما يستكثرون جمرا، فليستقل أحدهم أو ليستكثر